أول سؤال كان عن الألعاب الإلكترونية اللي الأطفال بتلعبها، وهل الـ الألعاب دي ليها ضرر نفسي على الأطفال ولا لأ؟ أولا خلينا نعترف إن الألعاب الإلكترونية الأطفال كلهم دلوقتي معاهم موبايلات وكلهم معاهم أجهزة إلكترونية وبيقعدوا يقضوا فترة طويلة جدا على الأجهزة دي. مبدئيا هل اللعب مفيد للأطفال؟ لأ طبعا، الأطفال لازم تلعب، يعني الوظيفة الأساسية للطفل إن الطفل لازم يلعب. لكن اللعب على الأجهزة الإلكترونية دي مفيد ولا لأ؟ إذا اللعب على الأجهزة الإلكترونية دي كان في الإطار بتاعه تحت رقابة الأب والأم، عارفين اللعبة دي بتتكلم عن إيه، عدد الساعات اللي الطفل بيلعبها على الأجهزة دي عدد ساعات معروف، مفيش مشكلة. المشكلة اللي بتواجهنا إن الطفل بيقعد يلعب الألعاب دي بدون رقابة وفترات زمنية طويلة جدا، ألعاب إحنا مش عارفين هي بتتكلم عن إيه، مش عارفين هي بتوجه الطفل فين. فهل ده له ضرر على الطفل؟ طبعا له ضرر، أضرار كتير جدا، منها إن في بعض الألعاب بتوجه الأطفال إن هم ينفذوا بعض التعليمات اللي بتطلب منهم، وشفنا قد إيه حالات كتير تعرضت للانتحار بسبب إن اللعبة بدأت تسيطر على الطفل، مفيش رقابة، الطفل عمال ينفذ الأوامر اللي بتطلب منه لغاية ما يوصل لمرحلة ان هو ممكن ينفذ طلب مثلا بالانتحار، ان هو يموت نفسه. الحاجة التانية العنف، لعبة زي بابجي طول الوقت فيها حرب وضرب نار، وطبعا بتشجع العنف، وان الطفل بيبقى يتعرض ان هو يبقى طفل عنيف عنده استعداد ان هو يعمل حاجات فيها عنف وكده. في بعض الالعاب احنا مش عارفين الثقافة اللي جاية منها ايه، ممكن تأثر على ثقافة الطفل، على المكونات بتاعته، تخليه يعمل حاجات احنا مش عارفينها. فالالعاب هو الطفل المفروض ان هو يلعب، طالما ان في رقابه من الاب والام، عارفين اللعبه اللي بتتلعب دي ايه، محددين عدد معين من الساعات الطفل ما يزيدش عنها، مفيش مشكله. كمان مش لازم الطفل لما يجي يلعب العاب الكترونيه بس، يعني المفروض ان هو يلعب، بس مش كل الالعاب تبقى الكترونيه. فين الألعاب اللي فيها مثلا تنافس مع الأطفال التانيين، اللي بتشجع مثلا إن الطفل يبقى عنده ثقة في نفسه، يبقى عنده روح التنافس، يبقى روح عنده تعاون، يبقى عنده علاقة بالأقران بتوعه؟ ده مهم جدا، الألعاب اللي فيها حاجات بتنمي الذكاء، بتنمي الثقافة المعرفية عند الطفل. لكن إن أنا أسيب الطفل طول الوقت فريسة إنه يلعب الألعاب الإلكترونية، أكيد طبعا له ضرر نفسي كبير جدا.